2 اس اتش ناقص 2، وابتدي اجيب سب نت ماسك المناسب للشبكه دي، وبعد السب نت ماسك المناسب ابتدي اختار اي اي بي عشوائي. طبعا هو يفضل ان انا اختار من الرنجات او الكلاسز بتاعتنا، يعني كلاس A من واحد الاوكت الاولاني يبتدي من 1 ل 126، كلاس B الاوكت الاولاني يبتدي من 128 ل 191، كلاس C الاوكت الاولاني بيبتدي من 192 ل 220 كده. اختار اي رقم او اي اي بي عشوائي لاي سبنت ماسك، طبعا ينفع. وبعد ما نختار الاي بي العشوائي دوت، اقدر عن طريق الجدول بتاعنا اللي احنا عملناه المحاضره اللي فاتت، ابتدي اجيب السب نت اللي هو الاي بي اللي ببتدي اوزع من عنده. طبعا ده اي بي لا يصلح ان يكتب في كارت الشبكه، ده مجرد دلاله بس على بدايه الرينج بتاعي. اول اي بي ينفع يكتب في الشبكه هو الاي بي اللي بعديه على طول، فزود واحد عليه وابتدي اضيفه في كارت الشبكه. هنتهي لغايه كام لسه ما اعرفش، لازم اجيب حاجه اسمها البرودكاست اي بي، والبرودكاست هو الاي بي اللي الراوتر بيستخدمه في انه يبعت رساله للرينج كله. طب بيستنتجه ازاي الراوتر؟ الراوتر بيشوف السب نت ماسك اللي عندي الوحايد بتنتهي لغايه فين، وياخد منها حاجز هي والاي بي العشوائي. طبعا الاثنين لازم، طبعا الاثنين لازم يتحولوا من ديسيمال لباينري، فباخد من عند الوحايد حاجز للاي بي العشوائي. بره الارقام اللي بره الحاجز في الاي بي العشوائي ده كلها بتتحول وحايد، واعيد تحويل الرقم هيطلع لي سب نت، يطلع لي البرودكاست اي بي، اطرح منه واحد يجيب لي الاي بي الاخراني. طبعا الكلام احنا بنقوله بسرعه كده، لكن احنا شرحناه باستفاضه في المحاضره اللي فاتت، فيا ريت نرجع لها. نبتدي نشير الشاشه. الناس اللي الشاشة ظاهرة عندهم يا ريت يكتبوا لي أي حاجة في الشات عشان أعرف إنها شغالة. هما الناس اتفصلوا ولا مش شايفين حاجة؟ سامعيني كويس يا جماعة؟ طيب يا ريت الدعم الفني، طيب لو سامعني كويس يتواصل معايا في الشات. طيب هعمل ريفريش للصفحة، هنفصل ثواني ونرجع تاني. ناس سامعيني كده كويس؟ يا ريت اللي سامعني تمام. هنشير الديسكتوب، اتمنى ان الناس يكونوا غيروا اسمائهم، نعمل شير.
الناس الديسكتوب ظاهر عندهم، يا ريت برضه تواصلوا معايا في الشات عشان اعرف ان الديسكتوب ظاهر. طيب اوكي نبتدي. فاتكلمنا المحاضرة اللي فاتت عن الاي بي والسبنيتنج وازاي ارقم الشبكة من البداية خالص، وكل اللي بحتاجه زي ما قلنا عدد الاجهزة فقط. كده الشبكة عندي اقدر اديها رنجات على قد عدد الاجهزة، وكمان اقدر من السبنت ماسك بتاعي دوت اخرج رنجات تانية تتوزع في اجهزة اخرى جديدة عشان احافظ على التسلسل بتاع الترقيم بتاعي. فدي حاجة اسمها السبنتنج، يعني السبنت ماسك بتاعي بيحتوي على كام شبكة او كام رينج اللي انا خرجته ده. نخلي بالنا الرينج اللي انا بخرجه ده مثلا 8192 جهاز، ده مش في سبنت ماسك ده فقط، لا ده السبنت ماسك ده في ممكن يبقى فيه تحتيه اكتر من شبكه، كل شبكه تحتوي على 8192 جهاز. دي عمليه السبنتنج اللي احنا برضو اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. كل ده بيندرج تحت بروتوكول التي سي بي اي بي. قلنا التي سي بي هو ماستر بروتوكول من بروتوكولات الكونكشن اورينتد اللي بيضمن تسليم البيانات، بيشتغل تحتيه بروتوكول صغير اسمه الاي بي. التي سي بي بروتوكول عام اختصار لترانسميشن كنترول بروتوكول، والاي بي اختصار للانترنت بروتوكول. الاثنين على بعض تي سي بي اي بي، ده ليه اسم زي ما تقول كده، يعني اسم دلع بتاع تي سي بي اي بي اسمه الدود، ديبارتمنت اوف ديفنس، عشان اللي اخترعه وزاره الدفاع الامريكيه، فليه اختصار دود هو التي سي بي اي بي. التي سي بي اي بي هو البروتوكول بقى المسؤول عن عمليه السبنيتنج والكلام ده كله. بروتوكول رئيسي تم اختراعه في الستينات من قبل وزاره الدفاع الامريكيه علشان يخلوا الاجهزه على مقدره على التواصل مع بعضها. ده بروتوكول التي سي بي اي بي. نرجع للحديث عن الاي بيهات والجزئية الخاصة بالترقيم. احنا قلنا كلاس A بيبتدي من 1 ل 126. طبعا احنا قلنا الكلاسز بنعرف نفرقها من الاوكتت الاولاني، يبقى الاوكت الاولاني هو اهم حاجة عندي. لو 1 ل 126 يبقى ده كلاس A، لو كلاس B هيبقى الاوكتت الاولاني من 128 لغاية 191. اللهم ال 127 راحت فين؟ هنقولها دلوقتي. وكلاس سي الاوكت الاولاني 192 ل 223. الله، مش احنا قلنا الاوكت اخره 255؟ امال ليه هنا كاتبين 223؟ فين الباقي اللي بعدها؟ هنقولها دلوقتي. نبتدي بقى، دي كده الكلاسز اللي احنا عارفينها. نكمل من 223 وانت طالع بقى، هنلاقي عندي كلاس اسمه دي. كلاس دي بيبتدي من 224 لغايه 239. ايه كلاس دي؟ ده مخصص لحاجه اسمها المالتي كاست. مش احنا درسنا البرودكاست؟ البرودكاست هو اي بي واحد بستخدمه عشان ابعت رساله توصل لكل الناس او توصل للرينج كله من 01 لغايه 0 مثلا 255. ده الرينج اللي انا خرجته بعمليه السب نتنج. ليه برودكاست اي بي؟ البرودكاست اي بي دوت الراوتر او بعض برامج الكمبيوتر يعني بتعمل عمليه برودكاست. في اوقات كتير بتحتاج تعمل عمليه برودكاست. برودكاست يعني ابعت رساله واحده بس توصل لكل الناس، زي ما ببعت ايميل واحد كده واعلم على كل الكونتاكتس اللي عندي وابعت الايميل مره واحده يوصل لكل الناس. دي اسمها عمليه برودكاست. برودكاست برضه ان انا مذيع الراديو اسمه برودكاستر، بيقعد في مكان واحد يقول كلمه واحده بس توصل لكل الناس. هي دي نفس القصة. البرودكاست بستخدم اي بي بستنتجه من العملية الحسابية اللي احنا درسناها علشان ابعت رسالة توصل لكل الرينج. طيب لأقل منه شوية حاجة اسمها المالتي كاست. انا عايز 50 اي بي بس من الرينج بتاعي هم اللي ابعت لهم رسالة واحدة توصل لهم. لازم استخدم اي بي بيبتدي من 224 ل 239، رقم في الرينج ده. يعني لو انا كتبت الرقم ده في كارت الشبكه يديني ايرور، اي رقم بيبتدي 204 يديك ايرور، برضه تبقى محجوزه حسب كل بروتوكول بيحتاج يعمل برودكاست.
يعني في بروتوكول مثلا بيحب يبعت رساله لمجموعه من الاجهزه بيستخدم لها اي دي مثلا بيبتدي ب 224.009، ده بروتوكول اسمه الريب. فبتبقى الايدات محجوزه لكل بروتوكول بيتم اختراعه او بيتم برمجته. كل بروتوكول بيتخصص له اي بي برودكاست لازم يبتدي من الرينج ده. يبقى المالتي كاست بروتوكول بروتوكول انا ما بكتبهوش بايدي، بروتوكول مخصص ل اسف الاي بي مخصص للبروتوكولات، بروتوكولات حسب انواعها بقى، وكل بروتوكول محجوز له مالتي كاست ادرس خاص بيه. طيب من 239 ل 255 راح فين؟ او من 240 بقى، ده كلاس اسمه كلاس اي، بيبتدي من 240 ل 255. ده مخصص لايه؟ ده مات قبل ان يولد، ده كان مخصص للفيوتشر يوز، الاستخدام المستقبلي. لما اخترعوا لنا كلاس A وB وC قالوا ايه ده رينج كبير جدا هيكفي ملايين الاجهزه، فحلني بقى على ما يخلص. هنخترع كلاس تاني اللي هو كلاس E بس مش هنفعله، هنسيبه للطوارئ. لما كلاس A وB وC يدينا ويديكم طول العمر يخلص نبقى نستخدم كلاس E ونفعله. طبعا هم فوجئوا ان الانترنت خلى الناس كلها تفور اي بي فيرجن 4 اللي احنا شغالين عليه ده، يفوروا A وB وC خلاص خلصوهم، وقالوا حتى لو شغلنا كلاس E مش هيكفي الناس او الاقبال الشديد على النتوركينج والانترنت، فقالوا خليه زي ما هو وهنخترع فيرجن جديد اسمه اي بي فيرجن 6، نظام تاني خالص في التقييم. ففضل ده غير مستغل حتى الان وملوش اي استخدام، وبرضه ما ينفعش اكتبه في كارت شبكه. كده انتهى الترقيم. طب ال 127 راح فين؟ ال 127 محجوز لحاجه اسمها لوب باك. ايه اللوب باك؟ لو انا رحت على كارت الشبكه كده، يعني نروح كده مثلا في جهاز اكس بي، هنروح على الايدهات في كارت الشبكه، دي النافذه اللي احنا بنكتب فيها الايدهات وكلنا عارفينها. لازم اكون معلم على تي سي بي اي بي في كارت الشبكه هنا، لازم اكون معلم على انترنت بروتوكول تي سي بي اي بي. مجرد ما اعلم عليه انا كده فعلت بروتوكول التي سي بي اي بي، فالجهاز بتاعي اقدر اكتب له ايدهات ويقدر يفهم الايدهات اللي هتجيله. طب اعرف منين ان التي سي بي اي بي مفعل وشغال؟ عن طريق ان انا اعمل بنج. الله، طب افرض انا مش موصل جهازي باي شبكه ولا سويتش ولا اي جهاز، اعمل بنج على نفسك، اعمل بنج على جهازك حتى لو مش موصل حاجه في كارت الشبكه لازم يديك ريبلاي. طب هعمل بنج على انهي اي بي؟ والله لو انت كاتب اي بي في كارت الشبكه بتاعك اعمل بنج عليه، مش كاتب اي بي تقدر برضه تعمل بنج على اي بي محجوز للتي سي بي اي بي عشان يعمل بيه تشيك على اللوكال هوست او على جهازك انت، فبيعمل بنج على نفسه بالمنظر ده. هنعمل بنج، هنقول سي دي بنج 127.0.0.1، ده برضه محجوز لحاجه اسمها اللوكال هوست او اللوك باك اللي هو جهازي اللوكال، لازم يديني الريبلاي لو كارت الشبكه شغال، حتى لو مش متوصل، حتى لو مش متوصل لازم يديني ريبلاي. يبقى ده كده محجوز للوكال هوست، يبقى كل الاجهزه محجوز لها 127.0.0.1، ما بيتشافش بره الجهاز، ما بيخرجش بره الجهاز ولا بيعمل كونفليكت ولا حاجه. خلاص، دي الارقام بتاعت الايبهات كلها، كلاس A وB وC وD وE، وكمان اللوب باك المتمثل في 127. طيب كده نبقى عرفنا الارقام كلها، فاضل ان احنا نعرف ان انا علشان اتشيك على الاجهزه انا شايفها ولا لا، طبعا بالامر الشهير امر البنج. امر البنج ده بيستخدم بروتوكول اسمه ICMP انترنت كنترول ماس برول. طبعا
طبعا ال ICMB عنه بعض الناس بيقولوا انه بما انه بروتوكول فبيستخدم بورت. لا، ال ICMP ملوش بورت، من البروتوكولات القليلة جدا اللي ملهاش بورت. فال ICMP انا بوقف البروتوكول نفسه عن طريق الفاير وول او عن طريق برامج الحماية بصفة عامة، ده في حالة ان انا مش عايز استخدمه او عايز اوقف البنج على اجهزتي، بوقف البروتوكول نفسه مش بقفل له البورت. فال ICMP ملهوش بورت، دي معلومة مهمة جدا. ال ICMP ملهوش بورت. في بعض الناس بيقولوا انه ليه بورت 138، لا، بورت 138 محجوز للنت بايوس نيم، حاجه اسمها النت بايوس، دي حاجه تانية خالص، لكن الاي سي ام بي ملهوش بورت. خلاص، يبقى علشان اعمل تشيك على الاجهزه انا شايفها ولا لا، لازم استخدم امر البنج. امر البنج منتهى البساطه، بعمل بنج مسافه الجهاز الهدف. مثلا هعمل بنج على الراوتر عندي، والله لو اداني ريبلاي بالمنظر ده يبقى اداني ريبلاي فروم الهدف التارجت بتاعي، يبقى كده، يبقى كده انا وهو في شبكه واحده وصبنت واحد والجهازين شغالين. طيب لو اداني ريكويست تايم اوت، ريكويست تايم اوت يعني الجهاز ممكن يكون مطفي او فرنج تاني، وبرده من الرسائل الاخرى اللي ممكن يدهاني بوست انريتشبل، برده نفس الكلام، بس دي في الغالب بتبقى الاي بي او الكلاس، الاي بي اللي انا بنج عليه ده كلاس تاني خالص مختلف، هوست انريتشبل. تمام، دي رساله اللي بتظهر لي. لكن ما دام اداني ريبلاي يبقى كده عمليه البنج او الجهاز انا شايفه. عايزين نفهم امر الريبلاي ده، ريبلاي فروم الاي بي الفلاني، انت بعت بنج عليه 4 مرات، كل مرة امر البنج بيبعت 32 بايتس من الداتا، يعني الداتا اللي بتروح تشيك ان الجهاز ده شغال ولا لا وشايفني ولا لا بتبقى حوالي 32 بايت في تايم 1 ملي سكند او اقل من 1 ملي سكند هو رد عليا، يعني الجهاز ده انا شايفه كويس جدا وبيني وبينه الباندويتس عالي وسريع ما فيهوش اي مشاكل. اوكي، تايم تو ليف 254 ملي سكند. تايم تو ليف تي تي ال دي معناها ان انا هعمل عليه بنج 254 ملي ثانيه، لو ما ردش عليا في خلال ال 254 ملي ثانيه هجيب لك رساله ريكويست تايم اوت. تمام، يبقى لو ده معناها، هو طبعا ده امر البنج بيقوم بالحاجات دي محفوظه فيه، يعني بيقوم بالعمليه ديت لوحده تلقائيا بيبعت 32 بايت من التشيك داتا او من البلس، يعني من الاستعلام على الاي بي الفلاني، بيشوفه شغال ولا لا، لو لقاه شغال هيديله ريبلاي بالمنظر ده وهيرد عليه حسب الوقت بقى، يعني ممكن انا اعمل بينج على ياهو واشوف هيرد عليا في خلال قد ايه، بينج ياهو دوت كوم. بص هنا بقى التايم زاد ليه؟ لان لما اعمل بنج على الراوتر اللي في الاوضه اللي جنبي غير اما اعمل بنج على موقع بيبعد عني الاف الكيلومترات، ده معناه ان بيني وبين مسافه طويله على ما رد عليا، بس تلاحظ ان البايتس هي برضو هي والتايم تو ليف مظبوط في موقع ياهو 55 ملي سكند، يعني في خلال 55 ملي سكند لو ما ردش عليك الجهاز هيديك ريكوست تايم اوت، يعني الموقع ده انا مش شايفه او ما فيش رد منه. اوكي، طيب ده امر البنج وبروتوكول الاي سي ام بي. طبعا احنا قلنا ان لعبه الشبكات هي لعبه اي بيهات وبورتات وبروتوكولات. طبعا احنا وسيله التواصل بصفه اساسيه موقع كليب ايرث او في على اكاديميه دارين، بس موقع كليب ايرث انا رافع عليه شويه دروس كده، منها اللينك اللي انا يعني لو بصيتوا معايا كده على الموقع، اعمل سيرش هنا في الموقع يس مجدي اغلب البورتات بارقامها، اغلب البورتاتها ده البورت بتاعها مهم جدا احتفظ بيه عندك،
للعلم بالشيء يعني، بيجيب لك اشهر البروتوكولات وارقام البورتات بتاعتها، عشان لو هتستخدم فاير وول ولا حاجه تبقى عارف كل بورت، كل بروتوكول بيستخدم بورت رقم كام. طبعا هنقفل دي، ده الملف، اضغط هنا لتحميل ملف، حمل الملف، هينزل لك كل البورتات ويعرفك ده بي سي بي ولا يو دي بي. فزي ما قلنا البورتات والبروتوكولات والاي بي هم اساس اي شبكه في العالم، وهم الحاجه الوحيده اللي انا بحتاجها في تواصل جهازين مع بعض، وهي دي الحاجه المبني عليها حتى الانترنت والهاكينج كمان. يبقى الشبكات كلها لازم اوفر اي بي ادرس، بروتوكول، طبعا البروتوكول ليه بورت بيشتغل عليه. كده نبقى درسنا او اتكلمنا بصوره اساسيه عن الجزء المهم جدا اللي اسمه VLSM Subnetting او الاي بي ادرس والسبنت ماسك. هنتطرق للحديث بقى على اساس الشهاده والجهاز المركزي في اي شبكه وهو الراوتر. الراوتر اسمه العربي الموجه، فكرته ببساطه انه بما ان الاجهزه متقسمه شبكات، وبما اني لسه حالا دارس ازاي اقسم شبكه وازاي اخرج رينج يتكتب مثلا في 8000 جهاز، خلي بالك من حاجه، ال 8000 جهاز دول هيشوفوا بعض في رينج معين وسبنت ماسك معين، لكن عشان اخليهم يخرجوا على الانترنت او يشوفوا كلاس تاني او سبنت ماسك تاني غير السبنت ماسك بتاعهم، ده في استحاله، ما بيحصلش الا لو حطيت في النص راوتر. يبقى السويتش ملهوش دور هنا في الاي بيهات. ليه؟ لان السويتش اللي متوصل على السويتشات اللي متوصل لها 8000 جهاز دول، السويتشات كلها ما تفهمش يعني ايه اي بي، ما تفهمش يعني ايه اي بي. مين اللي يفهم اي بي؟ الراوتر. والراوتر يقدر يخلي السب نتس المختلفه تشوف بعضها. علشان كده عشان اخرج على الانترنت بجهازي اللي واخد اي بي 192.168.1.10 مثلا، واخرج على الانترنت واشوف مواقع مختلفة باي بيهات وسبنتات مختلفة، لازم عن طريق راوتر. ليه؟ الراوتر بيخليني اشوف الاجهزة. ليه؟ لان الراوتر بيشتغل لاير 3، يعني بيشوف لاير 1 و 2 و 3، ولاير 3 بما ان بيشتغل عليها بروتوكول الاي بي، فالراوتر بيقدر يفهم سبنتس ويخلي الشبكات المختلفة تشوف بعض. يبقى ده دور الراوتر، يبقى ده دور الراوتر يخلي الشبكات المختلفة تشوف بعض. طب يا ترى دور الراوتر يخليني اشوف الانترنت بس؟ لا، ممكن يبقى عندي راوتر وما عنديش انترنت، هستخدمه في ايه؟ عايز زي ما قلنا اشوف سب نتات تانية، يعني عندي فرع او مبنى في 200 جهاز، ال 200 جهاز دول كلاس A، وجنبه في مبنى تاني كلاس C. طبعا لا يمكن جهاز من المبنى الاولاني يعمل بنج على جهاز في المبنى التاني، لان ده كلاس وده كلاس تاني وده سب نت وده سب نت تاني. لو حطيت بينهم راوتر وعملت راوتنج كده، الجهازين، الجهاز اللي هنا يعمل بنج على الجهاز اللي هنا ببساطه. يبقى دور الراوتر بيخلي الشبكات المختلفه تشوف بعض، وهي فكره الانترنت طبعا. بس الانترنت انت بتشوف كل حاجه في اي حته، مش سبنت بعينه ولا اي بي بعينه. اوكي، طيب الراوتر بيخلي الناس يشوفوا بعض ازاي؟ هنتكلم الاول على الراوتر كهاردوير كديفايس. هنبص مع بعض كده على الصور. الرواتر كان ليها باب في المنهج القديم 640-801 اللي اتلغى طبعا، وانا ما انصحكش ان انت تدور تنزل كتب او تنزل فيديوهات على المنهج القديم، لان في دروس جديده اتضافت وفي دروس قديمه اتشالت، فتركز على 640-802. لكن في المنهج القديم كان في باب عن الرواتر، يعني جايب لك رقم كل راوتر ومزاياه وعيوبه والكلام ده كله. طبعا بما ان في تقدم هائل في تصنيع الرواتر والسويتشات، فكل يوم تقريبا في راوتر جديد بيظهر، فقالوا الباب ده مش هيبقى ليه لازمه فلغوه من منهج سيسكو. فقالوا هنتكلم على اساسيات اي راوتر. خلاص، فالراوتر جهاز زي ما احنا شايفين، طبعا لو احنا حاطينه في اي في محل ولا حاجه الناس هتفتكره ريسيفر. هو فعلا شديد شبه بريسيفر. ده شكل احجامه من نوع لنوع تاني، او من سيريس لسيريس، من اصدار لاصدار يعني. دول كده راوترين فوق بعض متوصلين ببعض، هنتكلم عن طريقه التوصيل دي تفصيليا دلوقتي. ده الراوتر.
هنشوف المنظر الخلفي عشان هو اللي يهمني. ده شكل الراوتر، فتحة للباور بتوصل بيها الباور وسويتش اون واوف. ده راوتر 1841، ده من افضل الرواتر اللي ممكن تقابلها في حياتك، يعني راوتر كفء حتى للشركات الميديم، يعني الشركات الضخمة تعتبر، مش هنقول انتربرايز، مع ان انا اعتقد ان هو شغل انتربرايز كويس جدا، يعني شركة ضخمة كويس، بس عامة هو اثبت كفاءة حتى في الميديم كمباني. فده الباور وده سويتش اون واوف. ده المكان ده اساسا بيجي فاضي، المكان ده فاضي اساسا، بنفك المسامير وبنركب ويك حسب نوع التوصيلات اللي انا عايزها بقى، وهنتكلم برضو عنها النهارده تفصيليا. دي فتحه اسمها فتحه سيريال، وهنا فتحات ايثرنت وفتحات كونسول واوكسيلري كلها ار جي 45، وده ويك فاضي او موديول فاضي. بفك المسامير دي وبشتري واحد زي ده مثلا، لو انا حبيت اركب ويك مثلا فتحه سيريال زي دي، اقوم بركب الويك هنا واضغط عليه للاخر زي الكامه بتاعت الدش بالظبط. كده هيبقى ركب معايا. وممكن مثلا عايز ازود فتحه ايثرنت، فهجيب ويك هنا فتحات ايثرنت وهكذا. فده المنظر الرئيسي لاي راوتر. طبعا الراوتر غير السويتش ما فيهوش فتحات كتير ايثرنت، يعني هي ممكن فتحه واحده تكفي. ليه؟ لان هو جهاز مركزي للسويتشات، يعني كل السويتشات بيطلع منهم كابل واحد بس يصب في الراوتر. اوكي، فده اللي مخلي الراوتر اعلى في الكفاءه واعلى في الاداء من السويتش، لانه بيشتغل كمان لاير 3 زي ما قلنا. فده شكل اي راوتر، فتحه باور وسويتش اون واوف وانواع التوصيلات بتاعتي المختلفه بقى. اوكي، طيب نرجع لكلامنا بقى عن الراوتر ازاي بيخلي الشبكات المختلفة تشوف بعض. هنعمل جدول بسيط كده مكون من ثلاث خانات. اول خانة اسمها نتورك، وتاني خانة اسمها انترفيس، وتالت خانة اسمها متريك. نتورك، بص بقى نرجع للرسمة. عندي مثلا فتحتين ايثرنت هنا، دي ودي. دي هتروح على السويتش اللي متوصل بالمبنى الاولاني اللي فيه كلاس A، ودي هتروح على السويتش اللي متوصل بالمبنى الثاني اللي فيه كلاس C. خلاص، يبقى كده في راوتر واحد في النص اهو، شايف سويتشين، كل سويتش متوصل بيه اجهزه شايفه شبكه مختلفه وصبنت مختلف تماما، عايزهم يكلموا بعض، شبكتين يشوفوا بعض. فبقول ايه للسويتش؟ بقول له فعل الراوتنج. اول ما بقول له فعل الراوتنج، بيقوم هو لوحده بينشئ جواه حاجه اسمها راوتنج تيبل، حاجه اسمها راوتنج تيبل، اللي هو التيبل او الجدول اللي موجود قدامي ده. جدول مكون من ثلاث خانات، اول خانه نتورك، ثاني خانه او ثاني عمود انترفيس اللي هو رقم الفتحه، ثالث خانه المتريك، وهنقول ايه المتريك دلوقتي. نتورك، اول شبكه عايزه يسجلها عنده الشبكة اللي رقمها 192.168.16.0. يقوم مسجل هنا أول حاجة السب نت اللي هو الأي بي الرئيسي، فاكرينه طبعا. يسجل السب نت 24، إيه ال 24 دي؟ لا نقولها بسرعة كده قبل ما نكمل. شحنة درسنا ان السبنت ماسك عباره عن وحايد، لما بيتحول لوحايد وصفار بالمنظر ده، 8 وحايد، كل اوبتيك 8 بقى وحايد او صفار حسب كل سبنت ماسك. ممكن بدل ما اقعد اكتب 255 255 255 0 كنوع من الاختصار، حول ده وشوف الوحايد اللي في كل اوبتيك واكتب عدد الوحايد ده. لو حولناه 8 وحايد 8 وحايد 8 وحايد يعني 24، فيكتبك اختصار 24. الاختصار ده اسمه سي اي دي ار، كلاسلس انتر دومين راوتنج. كلاسلس انتر دومين راوتنج. السبنت ماسك بدل ما اقعد اكتب 255 255 224 0، دي نختصرها لكام؟
255 يعني 8 وحايد و255 يعني 6 وحايد كده كذا. شوف حسب ما انا هقول له بقى، وطبعا هنعرف النهارده يعني ايه اقول له دي، يعني ازاي هبرمجه، ازاي هخليه يفعل الراوتنج. فهقول له سجل عندك بيانات الشبكه الاولى، فدي له السب نت اللي هو الاي بي المركزي او الرئيسي، والسب نت ماسك اللي هو على 24، وهقول له دول متوصلين بالفتحه اللي هي رقم 0 اللي هي في الصوره هنا. لو بصينا لها هتلاقي هنا F01 وF00، اي واحده فيهم دي مجرد ارقام. F دي يعني فاست ايثرنت، يعني بتشتغل بسرعه 10 100 1000، اخرها 1000 ميجا بت بير سكند. اوكي، كلها ار جي 45، ما بتفرقش في حاجه. فبقول له مثلا المبنى الاولاني ده اللي هو السبنت بتاعه 192.168 16 0 ده متوصل على F00. خلاص جميل. F00 دي اللي هي فين؟ في انهي راوتر؟ انا راوتري انا اللي هو يعني كانه بخليه كاري الجدول جواه يكلم نفسه. فبيقول لنفسه الراوتر دلوقتي انا متوصل بيا شبكه بياناتها كالتالي على فتحه F00 اللي موجوده عندي، يبقى 0. طبعا الارقام بتبتدي من صفر في عالم الصفر والواحد، عالم ديجيتال يعني. يبقى مترك 0. خلاص؟ تمام. عايزها تشوف شبكه ايه؟ تشوف شبكه 10.0.0.0 على 8. 8 دي يعني كام؟ 255.0.0.0. ده سي اي دي ار. هنشيل الاندرلاين بس من تحت دول كلهم. تمام؟ متوصله بايه دي؟ متوصله بايه؟ متوصله ب 0.1. عندي مين؟ عندي مين؟ تاني مثلا متوصل بيا ولا عندي انا؟ لا عندي انا. اي شبكه في نفس الجدول هتشوف بعضها بالعافيه. مجرد ما سجلهم بالمنظر ده يعمل بقى بنج من الجهاز ده، من جهاز في الشبكه دي لجهاز في الشبكه دي، هيشوفوا بعض. يديك ريبلاي على طول، ما دام الراوتر المركزي الجهاز اللي في النص الوسيط متسجل فيه الشبكتين، بيانات الشبكتين بارقام فتحتهم. طيب نشوف بعد ده كله فهمنا ولا لا؟ نعمل كده بول سريعه. ده الناس ارقام قريبه من بعض. لا، الناس اللي مش فاهمه دي توضح لي بقى عشان نسبتهم مش قليله. الناس اللي مش فاهمه يا ريت توضح لي. معلش الناس اللي جايه متاخر دي مش هعتبر انها بتقول لا بصراحه. انا عايز الناس اللي حاضر، الناس اللي حاضره بس مش فاهمه، يا ريت توضحوا لي الجزء اللي مش مفهوم. والناس برضو اللي بتسال اسئله مش وقتها. الاستاذ اللي بيسال الراوتر بيعدي البرودكاست مش وقته خالص الكلام دوت، لما نعرف يعني ايه راوتر الاول. طيب عندي مبنيين، فكرة الراوتر زي ما قلنا بيمكنني، هنلغي الأول البول. تمام، فكرة الراوتر بيمكنني إن أنا أخلي شبكتين مختلفتين يشوفوا بعض. يعني إيه شبكتين؟ يعني شبكة فيها 100 جهاز كلاس A وشبكة تانية فيها 200 جهاز كلاس C. شايفين إحنا ال الشبكتين ده كلاس A وكلاس C، لان هي من ده كلاس وده صار. ايه الحل؟ الحل ان انا احط بينهم راوتر. فالمبنى الاولاني ده هخرج من السويتش او كابل يروح على فتحه الايثر الموجوده في الراوتر بتاعنا، والمبنى الثاني هاخد منه كابل يروح على فتحه الايثر برضه في نفس الراوتر. خلاص، واعرف الراوتر
ان انت دلوقتي استعد علشان هتعمل عملية راوتينج، عايزك تشوف شبكتين مختلفتين، كل شبكة فيهم ليها سب نت مختلف. راوتر، الراوتر بيكاري جواه تيبل، جدول مكون من ثلاث اعمده، عمود اسمه نتورك، والتاني انترفيس، والتالت متريك. عمود النتورك طبعا انا اللي بغذي الراوتر بالبيانات دي تفصيليا، وهنشوف طبعا الكلام ده. بقول له اول حاجه في عمود النتورك سجل عندك بيانات الشبكه الاولى، ودي له السب نت والسب نت ماسك بتوع المبنى الاولاني، واقول له خلي بالك دول متوصلين عندك انت على فتحة اف 00، يبقى اكون انا موصل فعلا السويتش بتاع المبنى الاولاني اللي فيه كلاس سي على الفتحة دي. طيب الفتحة التانية هقول له سجل فيها بيانات الشبكة التانية اللي هي متوصلة عندك بفتحة اف 01، هقول له خلي بالك اف 00 دي، لان الرواتب ممكن يبقى فيه شبكة الواحد فيها اكتر من راوتر، طب الراوتر الواحد ده مش ممكن يحمل نفس اسم الفتحة، يعني اف 00 جنب راوتر تاني في فتحه برضه اسمها اف 00، طب اعرفه منين ان اف 00 دي اللي عندك انت؟ اقول له ادي له رقم، وهو 0 دي يعني انا او الراوتر الاولاني اللي هو الراوتر اللي معانا. طبعا هو بيسجل المتريك لوحده، هو انا مجرد بس لما بدي له الاي بي ادرس بتاع الفتحه دي فبيعرف ان الاي بي ده عنده هو، وبما ان الاي بيهات ما ينفعش تتكرر في اي شبكه حتى في الرواتر، فبقول له الفتحه دي عندك انت، فيقوم هو فعلا يكتشف ان الاي بي ادرس بتاعها عنده هو، فيقوم مسجل هنا 00 يعني عندي انا، يبقى الشبكه الاولى بتاعت المبنى الاولاني متوصله فتحه 00 الموجوده في الراوتر عندي انا. نفس الراوتر بسجل فيه بيانات الشبكه الثانيه المتوصله بالفتحه الثانيه، بقول له لو سمحت في شبكه ثانيه متوصله بفتحه اف 01، الشبكة دي بياناتها 10000 على 8، خلاص متوصلين بفتحة اف 01. هيقول لي اف 01 دي في انهي راوتر؟ هقول له عندك انت في راوتر، في راوترك انت، يقوم مسجل برضه 0 كده. اي بيانات في جدول واحد موجودة في الراوتر كلها تشوف بعض، يبقى اي جهاز هنا يعمل بنج على جهاز في الشبكة دي من الشبكة دي للشبكة دي يديني ريبلاي على طول، ما دام في راوتر في النص عارف بيانات الشبكتين وكريت لهم جدول واحد بيحتوي بيانات الشبكتين. حد فاهم حاجة؟ نكمل. يبقى كده الراوتر سجل بيانات الشبكتين في جدول واحد، كده اي حد في نفس الجدول واي شبكه في نفس الجدول هتشوف بعض. جبت راوتر تاني جنب الراوتر الاولاني ووصلته بالراوتر الاولاني، الراوتر التاني شايف شبكه 172.16.0.0 على 16 يعني على 255.255.0.0 متوصلين بإف 00. الله ده في إف 00 هنا وإف 00 هنا، طب إف 00 دي ما متوصل بيها بالفعل شبكة أهي بياناتها؟ لا هقول لا خد بالك ده في راوتر تاني متوصل بيك، متوصل بيك مباشرة، فبيكتب هنا واحد، فكده يعرف إن الشبكة دي موجودة في راوتر تاني خارجي، راوتر أكيد متوصل بيها مباشرة. ليه؟ لأن المتريك بتاعه واحد، يبقى بيني وبينه مجرد الكابل بس. مفيش رواتر بيننا ولا اي اجهزه اخرى، انا متوصل بيه مباشره. فهمنا جوه الشبكه دي؟ دي فكره. هو محور دراستنا في الراوتنج البيانات. اما نوضح الجزئيه الخاصه بالراوتر كهاردوير ونكمل الكلام عليه كهاردوير، احنا قلنا الراوتر كهاردوير ده شكله
هنتكلم بقى على اسماء على الكومبوننتس الداخليه للراوتر برضو كهاردوير. اي راوتر في الدنيا فيه ثابت فيه اربعه كومبوننتس اساسيين: رام، روم، فلاش او ام في رام الاول، فلاش. دول اربع مكونات اساسيه لاي راوتر في العالم. الرامات راندوم اكسس ميموري، زي رامات الكمبيوتر بالظبط، ذاكره عشوائيه. طول ما الراوتر شغال الرامات اللي قايمه بالموضوع بالدور كله. طيب عملت كونفيجريشن دلوقتي واديت له ايبهات، الايبهات في الراوتر كده المحتفظ بيها الرامات، يعني لو الكهرباء فصلت ولا حاجه الراوتر هيرجع كانه جديد، ما يعرفش اي حاجه، لازم تكتب له ايبهات تاني. طب عايز اضمن ان الكهرباء لو فصلت الراوتر يحتفظ ببياناته. ومش بس كده، انا عايز اريح الرامات عشان تبقى فاضيه لبقيه شغلها، لان تفضل الرامات بتتعامل مع كل الناس اللي بيكلموني، كل الشبكات وكل الاجهزه، فعايزه تبقى فاضيه بصفه مستمره عشان تعرف تشوف شغلها. ساعتها بقى باخد كوبي من البيانات اللي في الرامات واحفظها على الام في رام، بحفظها على الام في رام. يبقى الام في رام تعتبر الهارد ديسك بتاع الراوتر، بس هارد ديسك للكونفيجريشن فقط، يعني اي اعدادات بتتسيف على الام في رام. كده الرامات فضيت وجاهزه لاستقبال داتا جديده او التعامل مع اليوزرز. خلاص، يبقى الرامات اول حاجه تشتغل عندي، او هي الدور الرئيسي كله بيقوم على الرامات. خلاص، يبقى في سببين يخلوني اسيف دايما الداتا الموجوده في الرام على الام في رام. هو ان انا اخلي الرامات تبقى فاضيه عشان تبقى تتعامل مع بقيه تشوف شغلها، يعني بمنتهى البساطه، وبتعرف تشوف شغلها بكفاءه، تتعامل مع بقيه الشبكات وبقيه اليوزرز اللي هيكلموا الراوتر ده. وكمان في حال حصل باور اوف للراوتر، ما رجعش اشغله الاقيه فاضي خالص ومش محتفظ باي داتا. الروم ريد اونلي ميموري، دي زي بالظبط زي بتاعت المذر بورد، بتيجي تشغل المذر بورد بتلاقي عندك انرجي، مكتوب انرجي ومكتوب راماتك كذا، بروسيسور نوعه كذا، الشركه المصنعه كذا. هي دي الروم برضو في الراوتر، بيانات اساسيه غير قابله للتغيير ولا التعديل. دي الروم. يبقى الروم هي البايوس بتاع البروسيسور بتاع الراوتر. اوكي، يبقى الرامات ذاكره عشوائيه، الروم هو البروسيسور او البايوس بتاع الراوتر، الام في رام ذاكره هارد ديسك صغير وظيفته يحتفظ بالكونفيجريشن خاصه بالراوتر. فلاش هارد ديسك برضو، طب بيحتفظ بايه الهارد ديسك وايه الفرق بينه وبالام في رام؟ لا، الهارد ديسك ده الفلاش ما بحتفظش عليه كونفيجريشن، بحتفظ عليه بنسخه الاوبريتنج سيستم بتاع سيسكو بتاع الراوتر. يعني انا عندي راوتر مثلا 1841 زي اللي قدامنا ده، 1841 ده ليه اوبريتنج سيستم، ممكن نحمله حتى من على موقع مايكروسوفت، رقمه 1841، رقم الراوتر، رقم الاوبريتنج سيستم بتاع الراوتر 1841. اوكي، ده اسمه اي او اس، انتر نتورك اوبريتنج سيستم. اي او اس، يبقى الفلاش بتحتفظ بالنسخه السورس بتاعت الاوبريتنج سيستم، بتبقى ملف عادي امتداده دوت بن، ده امتداد الملف بتاع الاوبريتنج سيستم، ملف مساحته صغيره كمان مش كبيره. تبقى النسخه السورس دي موجوده على الفلاش، علشان اسطب منها النسخه على الرامات والروم، فبمجرد ما اشغل الراوتر الروم تروح تقرا من النسخه اللي موجوده على الفلاش. ده راوتر 1841، رقم الاصدار كذا، الشركه المصنعه كذا، وتستكشف بقى الروم دي، تبتدي تستكشف بقيه بيانات الراوتر، تقول لي انت عن 4 ميجا وعن في 8 ميجا والفلاش مساحتها 8 ميجا وهكذا، تبتدي تديني بيانات كلها، ويبتدي بقى الرامات تقوم بشغلها والان في رام مستعده تقوم بشغلها. يبقى برفع نسخه الراوتر بيجي عليه موجوده على الفلاش، ببتدي افكها واحده واحده بقى عن طريق الرام والروم، وابتدي
اكتب الاوامر بتاعتي. يبقى دول اربع كومبوننتس اساسيين في اي راوتر. مجرد ما بدوس باور على الراوتر، بشغل الباور، بيعمل عمليه اسمها البوست باور اون سيلف تيست، بيعمل تشيك على نفسه كده، يعني بيعمل اختبار، بيعمل تشيك على الاربع كومبوننتس دول. هنشوفها طبعا دلوقتي تفصيليه. يجيب لي بيانات الرامات، طبعا الروم هي اللي بتقرا ده كله. واول حاجه بتتم طبعا انه بيفك نسخه الاوبريتنج سيستم، بيعمل لها اكستراكت او دي كومبريس، بيفكها لانها امتداد بين ده بيبقى امتداد مضغوط، فبيبتدي يفكها ويبتدي يعرف ان دي، او يعرفني ان دي بياناتها كذا كذا كذا، اللي هو المتعلق كل ما يتعلق بالرامات والروم والانفيران. اوكي كده الراوتر جاهز للكونفيجريشن. يبقى الراوتر اول ما بشغله بيعمل عمليه بوست باور اون سيلف تيست. البرنامج اللي هنستخدمه برنامج اسمه باكيت تريسر. باكيت تريسر برنامج عاملاه شركه سيسكو نفسها. انا كنت بستخدم برنامج جي ان اس 3، بس الجي ان اس 3 في مساله تواصل الرواتر مع بعضها كفء جدا، لكن في مساله تواصل اجهزه الكمبيوتر مع الرواتر بتبقى صعب شويه او ليه مشاكل. فهنستخدم الباكيت تريسر، برنامج موجود على موقع سيسكو. اللي عايز ينزل النسخه الاصليه لازم تعمل ريجستريشن على موقع سيسكو، وتعمل بعد كده بحث على باكيت تريسر وتعمله داونلود، او ممكن تروح على طول على فور شيرد او مواقع رفع الملفات وتعمل سيرش على باكيت تريسر. هتلاقي ناس كتير قوي رفعها، اعمله داونلود. مساحته في حدود يعني من 40 لغايه 70 ميجا حسب كل اصدار. يعني هتنزل النسخه مثلا 5.3، دي افضل النسخ. ونكتب اسم البرنامج، باكيت تريسر 5.3، وتسطيبه ما فيهوش اي صعوبه. نيكست نيكست نيكست. بعد ما بنسطبه بينزل لي الايكون بتاعته اللي تحت دي، نشغله يبقى شكله زي ما هنشوف دلوقتي. برنامج تسطيبه ما فيهوش اي صعوبه. ده شكل برنامج الباكيت تريسر. يجيب لك تحت هنا لو انت اخترت راوترز، فبيجيب لك اغلب انواع الرواتر اللي نازله جواه. طبعا ده سيميليتور، يعني مجرد محاكي، علشان هيبقى في صعوبه ان احنا نشتغل على رواتر وسويتشات حقيقيه، فبيجيب لنا زي سيميليتور او محاكي. لو احنا هنا اخترنا راوترز، بيجيب لي اغلب الرواتر الشائعه اللي ممكن اسحبها وارميها في بيئه العمل بالمنظر ده واشتغل عليها. هنبلته سويتشات، نفس الكلام. هاب طبعا انقلب استخدامه دلوقتي. وايرلس ديفايسز، الوصلات، انواع الوصلات المختلفه طبعا هنتكلم عنه تفصيليا دلوقتي. هنبتدي اول حاجه مع الراوترز. عايزين نعرف الراوتر بمجرد ما اخرجه من كرتونته كده ببتدي اتعامل معاه ازاي. طبعا الراوتر كبراند نيو ديفايس، مجرد ما اخرجه من الكرتونه واوصل له الباور، هنشوف دلوقتي ايه اللي هيتم. بيئه العمل كده، وندوس عليه دبل كليك، بيشغل لي المنظر بتاعه ده. ده شكل الراوتر الحقيقي 18-41. عايزين زوم ان، بيجيب الصوره مقربه. هو نفس الراوتر اللي احنا شفناه في الصوره الحقيقيه دلوقتي. تمام، فيه بيجي معاه باي ديفول في فتحتين فاست ايثرنت، وفي فتحه اسمها فتحه كونسول وفتحه اوكسلري هنتكلم عنهم تفصيليا حالا. هما برضو ار جي 45، وبيجي مكان فاضي اهو ومكان فاضي اهو، ده اسمه الويك او المكان الجاهز لاستقبال كروت او فتحات جديده. طيب الراوتر دلوقتي اون، يعني شغال، ممكن نطفيه. ممكن نشغله تاني. كتب اي ويكتر لازم راين انترفيس سي ال اي علشان نكتب الاوامر. بص تلاحظ هنا عمال يفك النسخه اللي عنده، نسخه الاوبريتنج سيستم، بيعمل لها دي كومبريس. فك النسخه فعلا، هنا بيجيب لي رساله لانه بيشتغل لاول مره. بيجيب لي رساله
تحب تدخل في الديالوج مود، تحب تدخل في الديالوج مود، يعني اسالك على البيانات وانت يا دوب تكتب لي بيانات بس بدل ما تكتب الامر كله من اوله. هقول له نو طبعا، انا عايز اكتب الامر كله من اوله. يقول لي بريس ريتيرن تو جيت ستارتد، دي معناها يعني اضغط انتر في اي وقت علشان نقف على المحث الرئيسي وتبتدي تكتب الاوامر. فتلاحظ ان هو دلوقتي واقف على المحث الرئيسي ومستعد ان اكتب الاوامر. ده الراوتر الجديد خالص، كل ده اللي بعمله هو ده، مجرد بتصل بيه عن طريق اي جهاز كمبيوتر ودي البيانات هتظهر لي اول مره، بيفك النسخه ويقف على المحث الرئيسي جاهز لاستقبال الاوامر. طيب جميل، طب هتصل بيه ازاي اساسا؟ يعني انا خرجت الراوتر دلوقتي من كرتونته، هتصل بيه ازاي بقى بجهاز الكمبيوتر؟ احنا قلنا اول حاجه الكابل اللي لازم يتوفر معايا، قلنا كاستثناء الكابلات الستاندرد او الستريت معموله عشان توصل الاجهزه المختلفه ببعض. يعني بما اني هوصل جهاز راوتر بجهاز كمبيوتر فانا هنا هحتاج كابل ستاندرد. لا، احنا قلنا الاستثناء الوحيد في توصيل الاجهزه المختلفه ببعض هو الراوتر بجهاز الكمبيوتر، ده بيحتاج كابل كروس. يبقى كابل كروس هحتاجه دلوقتي بقى في حاله توصيل الراوتر بجهاز الكمبيوتر. يبقى انا كده خرجت الراوتر جبت كابل كروس، هوصل كابل الكروس بفتحات ايه بقى يا ترى؟ بفتحه ايسر 00 ولا فتحه ايسر 01 ولا كونسول ولا اوكزيلري؟ نبص بقى، فتحات اف 00 واف 01 والفتحه دي اللي هي على اليمين الكبيره دي اللي هي اسمها فتحه السيريال، اسمها فتحه سيريال، دي اسمها فتحات كوميونيكيشن، فتحات اتصال او تواصل مع رواتر اخرى، مع سويتشات ايا كان بقى. فدي ما ينفعش اتصل بيها لاول مره علشان اعمل كونفيجريشن للراوتر. طب اتصل لاول مره بالراوتر عشان اعمله كونفيجريشن عن طريق فتحه ايه؟ فتحه الكونسول. طب فتحه الاوكسيلري ينفع برضه، ينفع اتصل بيها لاول مره زيها زي الكونسول. يبقى الكونفيجريشن اللي بتتم في الراوتر عن طريق فتحه الكونسول او عن طريق فتحه الاوكسيلري. بوصل الكابل الكروس هنا والطرف الثاني في جهاز الكمبيوتر. اوكي؟ طب ايه الفرق بين الكونسول والاوكسيلري؟ الكونسول ما بتاخدش اي بي طبعا، وما ينفعش اتصل بيها الا دايركت كونكشن، يعني لازم جهاز الكمبيوتر بتاعي يبقى جنب الراوتر والكابل متوصل مباشره. الاوكسيلري ممكن اوصلها بمودم واتصل بالراوتر ريموتلي. الكونسول ما بيقبلش اتصال ريموتلي، الاوكسيلري بس هي اللي بتقبل اتصال ريموتلي او ثرو امودم. اوكي؟ لكن اقدر اتصل بالاثنين حتى لو انا جنب الراوتر، يعني ممكن وانا جنب الراوتر افك الكابل من الكونسول واوصله بالاوكسيلري. عادي جدا، واعمل له كونفيجريشن عادي. اوكي؟ بعض الراوتر ما بيجيش فيها فتحه الاوكسيلري على فكره، يعني لو يعني عشان هي اوبشنال اساسا، فالفتحه الاساسيه عندي هي فتحه الكونسول. يبقى بوصل الكابل كروس بفتحه الكونسول والكابل الثاني الطرف الثاني في جهاز الكمبيوتر. بنعمل ايه بقى في جهاز الكمبيوتر؟ نروح كده على جهاز الاكس بي بتاعنا. نسخ الويندوز اغلبها فيها برنامج اسمه هايبر تيرمينال. لو رحنا كده على اول بروجرامز، هنروح على اكسسوارز، هنروح على كوميونيكيشن، هلاقي هنا هايبر تيرمينال. برنامج مهما اختلفت نسخ الويندوز كان بيفضل موجود، وكنا بنتساءل ده بيتعمل بايه يا ترى، وليه مايكروسوفت سايباه في كل نسخ الويندوز. ده مصمم خصيصا للاتصال بالهاردوير. فانا وصلت دلوقتي الكابل بتاعي اشغل الهايبر تيرمينال. دي رساله يعني ما علينا، تهمنيش قوي. دي الشاشه الرئيسيه للبرنامج، بيقول لي اكتب اسم الاتصال ده. نكتب اي اسم، سيسكو مثلا، واختار اي ايكون واوكي. بيفتح النافذه دي قدامي. انت عايز تتصل بايه؟ هقول له انا الراوتر اللي متوصل الايثر نت، مش كابل الكونسول، كابل اسف كابل الكورالينو محدد اي بي. طب اي بي ازاي اذا كان الراوتر لسه جديد ولا يفهم اي بيات ولا حاجه؟ تاني حاجه فتحه الكونسول دي ما بتقبلش
اتصال بالاي بي، فتحه الكونسول ما تفهمش اي بيهات، فانا هديها اي بي ازاي؟ وفوق ده كله كمان زي ما قلنا الفتحه الجديده خالص وراوتر جديد مش واخد اي بيهات ولا اي حاجه، هتصل بيه ازاي؟ هقول لك اه بص بقى الحل، هنعمل ايه؟ هجيب كابل الكونسول اللي احنا عملناه ده وهشتري حاجه اسمها كونفرتر ثمنه 5 6 جنيه زي ده كده، طرف بيركب فيه الار جي والطرف الثاني بيركب في جهاز الكمبيوتر في المذر بورد في الفتحه دي. طبعا الفتحه دي بنشوفها كلنا في المذر بورد عندنا، فتحه الكم او فتحه الاي تي، فتحه دي 9 سنون خارج منها بيركب فيها الكونفرتر اللي احنا شفناه دلوقتي، من الناحيه الثانيه في الكونفرتر خارج الكابل الكروس روتر. ده شكل كابل كونسول جاهز ثمنه حوالي 75 80 جنيه في الرينج ده، وممكن اعمله بايدي بالمنظر ده كابل كروس، طريقه توصيل الكروس، واجيب الكونفرتر ده، الكونفرتر ده لوحده، الكونفرتر ده بيركب في جهاز الكمبيوتر من الناحيه الثانيه اوصل فيه الكابل، والكابل في الطرف الاخر يروح للراوتر. كده انا وصلت الوصلات بتاعتي بكابل كروس. طيب نعمل ايه بقى؟ عن طريق البرنامج بدل ما هختار من هنا تي سي بي واكتب له اي بي، ما هنا هيقول اكتب لي اي بي، لو انا اخترت تي سي بي هكتب له انهي اي بي، جهاز الراوتر مش واخد اي بيات لسه، لا هقول له اتصل مباشره بكوم 1. طبعا هو شايف هنا 2 كوم عشان انا جهازي مثلا فيه 2 كوم، فلو هو كوم واحد او فتحه واحده بيبقى كوم 1 على طول، فهي اللي هختارها. بص قفل كل الاختيارات الاخرى، هيعمل اتصال مباشر، هيروح على طول على الفتحه ويشوفها هي متوصله بجهاز ايه، فهيروح مباشره من غير اي بيهات ولا غيره يروح يحمل الاوبريتنج سيستم بتاع الراوتر. فمجرد ما ادوس اوكي هيفتح لي النافذه دي، نافذه الاعدادات الاخيره، اتاكد ان انا ريستور ديفول علشان الفلو كنترول دي نان، يعني لازم اتاكد ان دي نان، فيفضل انت تدوس ريستور ديفول او تختار من هنا نان وادوس اوكي. مجرد ما ادوس اوكي هلاقي الاوبريتنج سيستم بتاع الراوتر بيحمل قدامي على طول. يبقى انا كده بتصل عن طريق فتحه الكونسول براوتر جديد تماما لسه لاول مره. يبقى فهمنا الجزئيه دي، علشان اتصل براوتر لاول مره بجيب كابل كروس وعن طريق كونفرتر بوصله لفتحه الاي تي او فتحه الكم في المذر بورد، والناحيه الثانيه بتركب في فتحه الكونسول اللي موجوده في الراوتر، وعن طريق برنامج الهايبر تيرمال اقول له اتصل اتصال مباشر بدون اي بيهات ولا غيره كده، غير اي بيهات ولا حاجه، اتصل اتصال مباشر بفتحه الكم اللي في المذر بورد فيروح يحمل الاوبريتنج سيستم بتاع الراوتر. هنصلي العشاء ربع ساعه ونرجع تاني. اوكي نكمل. اتصلنا بالراوتر هيبتدي يحمل معايا الروم او الاي او اس اللي هي موجوده قدامي في البرنامج اللي شفناها من شويه، اللي هي الداتا دي كلها، شكل المصنعه ورقم الاوبريتنج سيستم والرامات اللي في الراوتر والفلاش والان في رام. طبعا رامات الراوتر والان في رام والفلاش بتاعت الرواتر غير بتاعت الكمبيوتر، فمحدش يجيب راوتر يبقى فيه رامات مثلا 256 يعني يركب فيه، قصدي رامات 2 جيجا و3 جيجا و4 جيجا والحاجات دي في الرواتر، لا مفيش الكلام ده، يعني اصغر رامه ممكن تقوم بالغرض. اوكي لما يظهر عندي بريس ريتيرن تو جيت ستارتد يعني معناها دوس انتر عشان نبتدي، فبيقف معايا على المحس الرئيسي بتاع الراوتر بالمنظر ده كاتب وعلامة أكبر من وجاهز لاستقبال الأوامر مني. بس في حاجة أول ما أشوفها لازم أعرفها على طول، إن علامة أكبر من دي دلالة على إن أنا على وضعية اليوزر، يعني أنا في وضعية محدودة ما أقدرش أكتب أوامر ولا أعمل كونفجريشن، كده استعراض فقط. لكن كأوامر أدمنستريتيف يعني أوامر إدارية عشان اعمل كونفيجريشن بقى واتحكم
تمام التحكم في الراوتر، لازم اتحول لوضعية الاكزيك او الادمن مود. فانا كده عندي اليوزر مود، ودي اعرفها من علامة ان مود، بعرف من وضعية الشباك او النمبر ساين. اتحول لوضعية النمبر ساين عن طريق اسم الراوتر زي ما هو، بس اغير علامة اكبر من دي علامة شباك. كده اقدر اعمل كونفيجريشن مغير في الراوتر كلية. اوكي طيب، نرجع تاني نسيب الراوتر نوقفه على الوضع ده كده، ونرجع للصورة بتاعتنا. الراوتر زي ما قلنا في عندي فتحة الباور وفتحة وزرار السويتش اون واوف، وفي عندي الفتحات الاساسية اللي بيجي بيها بالمنظر ده. عندي فتحة 01 وفتحة 00، دي فتحات الكوميونيكيشن يعني للتواصل مع سويتشات روايه الفتح حصلها بسويتش ولا براوتر ولا بسويتش ولا براوتر تاني، هي فتحه الكونسول والاوكسلري. ما ينفعش اخصص الفتحتين دول للتواصل، دول للكونفيجريشن. يبقى عندي فتحات كونفيجريشن وفتحات كوميونيكيشن. طب الفتحات الاخرى دي، فتحه دي اسمها فتحه السيريال، زيها بالظبط زي فتحه الفاست ايثرنت، بس الفرق ان دي بيركب لها كابل يو تي بي بار جي 45، دي بيركب لها كابل اسمه دي سي اي دي تي اي. هنشوف شكله الاول. ده شكل الكابل اللي بيركب في الفتحه، فتحه السيريال. يبقى انا كده عندي فتحتين للكوميونيكيشن، فتحه الايثرنت وفتحه السيريال، الاثنين دورهم واحد بالظبط علشان اتصل باجهزه اخرى. الله، طب وفي جهاز كمبيوتر مثلا عشان اوصله، ولا سويتش عشان اوصله، يبقى في فتحات في الفتحه الغريبه دي. لا، دي مش موجوده في جهاز كمبيوتر، دي موجوده في راوتر. فانا لو عندي راوتر تاني في نفس الفتحه، ممكن اخد منه وصله مباشره للراوتر بتاعي من نفس الفتحه. فدي اسمها فتحات الوان. بمعنى، ونركز معايا في الجزء اللي جاي ده، فتحه الايثر اللي قدامي، ارجع لها تاني، فتحة الايثر دي عرفنا انها بيخرج منها كابل يتوصل بالسويتش، والسويتش شايف الاجهزة دي سهلة على عشان الكونفيجريشن او الاتصال بالراوتر وتعديل بياناته. فتحة السيريال دي بقى ايه؟ فتحة السيريال دي معمولة عشان اوصلها توصيلة زي دي. نبص كده مع بعض. بصوا، ده راوتر وده للسيريال ده. طب دي ايه الحكمه منها؟ والله هي زيها بالظبط زي ان انا اوصل كابل يو تي بي من فتحه الايثر هنا لفتحه الايثر هنا، هي بالظبط. بس ده نوع اتصال اخر بيستخدم خصيصا في تغذيه راوتر صغير من راوتر كبير. بمعنى ان دلوقتي في شركه عايزه توزع انترنت في محافظه السويس. علشان توزع انترنت في محافظة السويس لازم تختار احد الشركات اللي تغذيها بباندويتس عالي بسرعة عالية، عشان تختار الشركة الصغيرة دي بقى تاخد الباندويتس ده توزعه للناس. فهتعمل ايه؟ هتروح لشركة مثلا زي تي داتا في مصر، تقول لها لو سمحتي انا عايز اوزع انترنت في السويس، وانا عرفت ان انت ليكي راوتر مركزي موجود في سنترال السويس، عايز اخد منه باندويتس 250 ميجا مثلا عشان اوزعها. فالتانية تقول لها هتدفعي مبلغ كذا والمصاريف كلها. بموجب هذه المصاريف، تي داتا بتخلي الشركة الصغيرة دي تجيب الراوتر بتاعها وتحطه جنب الراوتر بتاع تي داتا في السنترال، في حاجة مكان بحط فيه الراوتر بتاعي انا الشركة الصغيرة، واخد وصلة من راوتر تي داتا للراوتر بتاعي انا، يغذيني بسرعة محددة. بتتحدد فين؟ في الراوتر المركزي، الراوتر الام. فتي داتا على الفتحه دي تقول لها خرجي سرعه 250 ميجا. يبقى احنا جينا هنا بقى للغرض. فتحات السيريال ليها حاجه اسمها كلوك ريت. كلوك ريت يعني اقدر احجم السرعه.
بحدد فيها السرعه، فاقدر اقول لفتحه السيريال رقم واحد في راوتر تي اي داتا خرجي من عندك 250 ميجا بس، مش يكون الراوتر ده داخل له مثلا 1 جيجا، تقوم الحاجة كلها خارجة من فتحة السيريال دي رايحة للراوتر التاني الكلوك فقط. ده بيتم عن طريق فتحة السيريال اللي بيركب فيها كابل اسمه كابل الدي سي اي دي تي اي. ممكن اوصل كابل بطرفين مباشرين زي بعض كده على طول من ده لده، او ممكن استخدم كابل بيركب في الراوتر الاولاني اللي هو ده. نبص الفتحة الكبيرة دي شكلها هيختلف دلوقتي، يعني ده الراوتر الكابل اللي هيركب في راوتر تي اي داتا، طبعا دي فتحه السيريال وده هيفضل حر مش راكب في حاجه دلوقتي. واجي في الراوتر التاني اقوم موصل كابل زيه بالظبط، هنشوفه في الصوره اهو زيه بالظبط في الراوتر، بس الطرف التاني ليه سنون خارجيه بقى، يبقى ده الطرف الميل اما الطرف التاني الفيميل، ويتعشقوا في بعض بالمنظر اللي هنشوفه دلوقتي. فين يعني بيتعشقهم في بعض؟ احنا يعني اكيد هنبقى فاهمين المنظر. طرف الفيميل بيتعشق في الطرف الميل. طب انهي راوتر اللي يركب فيه الفيميل وانهي راوتر اللي يركب فيه الميل؟ الشركه اللي هتوزع او الشركه الام بيركب فيها الكابل الفيميل، لان الكابل الفيميل هو اللي بيسمح بتحديد السرعه، اما الكابل الميل بيستقبل زي ما هيجي له ايا كانت السرعه بقى. فالفيميل بيركب في الراوتر الام، اما الراوتر الثانوي اللي هيسحب السرعه بيبقى راوتر فيميل، بيبقى راوتر قصدي ميل. ممكن يبقى كابل واحد كده لعشقهم في بعض ولا حاجه، مجرد هو كابلين، واحد دي سي اي واحد دي تي اي، بيبقى جاي بقى مكتوب عليه بالمنظر ده دي سي اي والتاني دي تي اي، ده يركب في راوتر الام والتاني يركب في راوتر المستقبل. اوكي، دي سي اي ودي تي اي دي اختصار داتا كوميونيكيشن اكويبمنت، والتانية داتا تيرمينال اكويبمنت. ده الميل وده الفيميل. اوكي، ده كابل الدي سي اي دي تي اللي بيركبه فتحه السيريال، وفتحات السيريال زي ما قلنا فتحات زيها زي فتحات الايثرنت، وظيفتها الكوميونيكيشن، بس ليها ميزه اخرى تحديد السرعه عن طريق الكلوك ريت. اوكي، دي الفتحات الموجوده في الراوتر. عايزين نشوف برضو الراوتر ازاي بركب له الفتحات الجديده بقى، يعني هو في الفتحات في الفتحات الايثرنت دي والكونسول دي جايه كده تلت ان. طب الفتحات بقى اللي فيها مسامير دي، ده معناها ان كان فيها ويك قديم كده فاضي فكيته وركبت الويك اللي انا اشتريته بقى او الموديول. هنشوف الفيديو اللي جاي هيشرح لي عمليه تركيب الموديول دي ازاي. هنا هنشوف ازاي الموديول بيركب ونركز مع بعض. الفيديو برضه موجود على موقع clipearth.com. دول راوترين، راوتر 1841 اللي فوق الصغير ده، والراوتر الثاني تقريبا 3600. وادي الويك اهو في العلب جاي لسه جديد، الاخ ده هيخرجهم دلوقتي ويركبهم في احد الراوترين. هنشوف كده عشان هو عمال يرغي لسه. هيبتدي يفك الويك بالمنظر ده اللي هو المكان الفاضي. وهيخرج الويك الجديد من العلبة. كارت عادي بيتباع، بس طبعا كارت يعني بثمن الراوتر تقريبا. تمام، بيركبه زي الكاميرا بتاعت الدش بالظبط.
طبعا لازم يكون طافر، ويبتدي بتاع المسامير او ليول، هنكتبهم دلوقتي. ده نفس الكلام في الويك او الموديول كده. الفيديو خلص، نرجع ليه؟ يبقى هنا يبقى اسمه ويك او موديول. اوكي، حسب احتياجي والله، عايز اوصل اركب فتحة سيريال بشير لها ويك سيريال وهكذا. طبعا في البرنامج، نرجع للبرنامج كده، البرنامج بيمكنني ان انا في الراوتر بتاعي لو دوست عليه دبل كليك فيزيكال هنا، بيمكنني ان انا اركب له الويك اللي انا عايزه. يعني الفتحه دي فاضيه، عايز اركب لها فتحه سيريال او عايز اركب لها ويك سيريال. دور هنا بقى في الويكات اللي على الشمال، فانت هتختار، هيجيب لك شكل الويكات تحت، فده ويك سيريال فعلا. فاقوم واخد الويك ده من هنا كده، سحبه ورميه هنا، هيجيب رساله ايرور، هيقول لي لازم تطفي الراوتر الاول. صح، يبقى لازم نطفي الراوتر ونسحب الويك ونركبه هنا ونشغل الراوتر. هنروح هنا على سي ال اي، بص هيعمل دي كومبريس من جديد، هيفك النسخه من جديد ويبتدي يعرف الويك تلقائيا، واتصل بيه عن طريق الكونسول واعمل له الكونفيجريشن. علشان نتحول لوضع الادمن مود بكتب انيبل، هيتحول لوضع الادمن مود عن طريق ان انا اشوف النمبر ساين او علامه الشباك ديت. بعد كده كل ده خلي بالنا احنا متصلين بفتحه الكونسول، عايزين نشوف معلومات عامه عن الراوتر، معلومات سريعه وعامه كده عن طريق امر الاستعراض شو ران. شو ران يعني هات لي اللي قريته الرامات دلوقتي. كلمه ران ريليتد للرامات، يعني الرام في الاوامر اسمها ران، دي الرام. الان في رام اسمها ستارت، ستارت بتشيل للان في رام في الاوامر. طبعا الكلام ده هيبقى واضح، هيوضح اكتر دلوقتي. فانا شو رام يعني هات لي اللي مكتوب حالا في الرامات، او المتسجل الرامات ارياء يعني. دوس انتر، بص جايب لك رقم الاصدار بتاعت الاوبريتنج سيستم الاي او اس اللي على الفلاشه، هوست نيم اسم الراوتر، مور يعني دوس مسافه عشان لسه في بيانات تانية هتتقري. جاب لك هنا انترفيس اف 00 اللي هو فاست ايثرنت 00 وفاست ايثرنت 01 اللي هم الفتحتين اللي احنا شفناهم دلوقتي، اللي هي الفتحه دي والفتحه دي. طبعا الكونسول بيبقى لوحده، ما بيتعاملش معاها لانه فتحات كوميونيكيشن، بيتعامل معاها لانه فتحه كونفجريشن، فبيسيبه لوحده في الاخر. يبقى عندي فتحه 00 و01 ونو اي بي ادرس، ناخد بالنا جايين من غير اي بيهات خالص، لسه ما حصلوش على اي بيهات لان الراوتر لسه جديد. وعندي انترفيس سيريال 000، الزيرو والحاجات دي مجرد ارقام، احنا بناخد زي ما هي كده، ما بتفرقش في حاجه، تفرق بس يعني ده 0001 يعني التسلسل في الترقيم. السيريال هنا ليها ترقيم خاص يعني 000، برضه ما تهمنيش في حاجه ولا ريليتد لحاجه، مش متعلقه بحاجه، مجرد بس الترقيم بتاع الويك ده بيبقى كده 0 على 0 على 0. ونو اي بي ادرس، ودوس مسافه عشان يحمل بقيه الصفحه. هنا لاين كونسول يعني بيقول لي في فتحه كونسول وفي فتحه في تي واي 04. الله، ايه فتحه الفي تي واي دي؟ تي واي دي بص بقى كده، بعد اما بعرف الراوتر عن طريق فتحه الكونسول وادي له اي بيهات، عايز اتصل من اي مكان في الشبكه بالراوتر، اي مكان. هتصل ازاي؟ هتصل عن طريق برنامج التيل نت. برنامج التيل نت ده ليه بروتوكول اسمه تيل نت، بيستخدم بورت رقم 23. بس بشرط، ما ينفعش استخدم التيل نت للاتصال بالراوتر لاول مره. يعني الاتصال بالراوتر لاول مره لازم يتم عن طريق فتحه الكونسول، وابقى قاعد جنب الراوتر متوصل بيه اتصال مباشر بجهاز الكمبيوتر عن طريق فتحه الكونسول. اوكي، عملت له كونفيجريشن وظبطته، عايز اتصل بيه من البيت وانا قاعد في بيتنا والراوتر في الشركه، او عايز اتصل بيه وانا في نفس الشبكه بس الراوتر في اوضه ثانيه بعيد عني، شايفه عن طريق الشبكه، اتصل بيه ازاي؟ عن طريق برنامج التيل نت. تيل نت موجود باي ديفولت طبعا في الاكس اف 8 لو هنرول يعني او اشغله.
لكن باي ديفولت في ويندوز اكس بي وسيرفر 2003 ال تيرمال موجود كوماند برومبت واكتب سي ام دي، خش على الكوماند برومبت واكتب تيل نت، تيل نت هيشغل لي التيل نت تلقائيا، تيل نت هيقف على محس التيل نت عادي اهو، واكتب له اوبن وابتدي اكتب الاي بي بتاع الراوتر اللي انا اديته له بقى مسبقا عن طريق فتح الكونسول. يبقى التيل نت بيستخدم للاتصال بالراوتر ريموتلي، بشرط ان الراوتر ده كنت دخلت عليه قبل كده وعملت له كونفيجريشن او خلصت الكونفيجريشن بتاعته. طيب ايه الفي تي واي بقى؟ الفي تي واي هو كاتبها لي هنا في بيانات الراوتر على انها فاتحه، لا هي فاتحه وهميه بتستقبل خمس اتصالات من 0 ل 4، يعني ينفع خمسه يوزر في نفس خمسه ادمنستريتور في نفس الوقت يدخلوا عن طريق التيل نت. يبقى هو بيقول لك وانا عندي كمان خمس بورتات لاتصال الفي تي واي اللي هو الفيرتوال تيرمينال، في تي واي اختصار لفيرتوال تيرمينال او اللي بنقول عليه اتصال التيل نت. يبقى باي ديفول الراوتر ده يقدر يخلي خمسه يوزر يتصلوا بيه عن طريق التيل نت. اوكي كده جاب لي في الاخر اند، يعني الكونفيجريشن او البيانات العامه عن الراوتر خلصت. يبقى جاب لي الاوبريتنج سيستم، اللي يهمني من كل ده رقم الاصداره بتاعت الاوبريتنج سيستم واسم الجهاز اسم الراوتر والفتحات بتاعتي وايباتها، طبعا كلهم جداد مش واخدين ايبات ولا اي حاجه. اوكي يبقى دي بيانات عامه عن الراوتر. عايزين بصوره مبدئيه نغير اعدادات الساعه، نظبط الساعه عن طريق امر كلوك سيت. هنظبط الساعه بتاعت الراوتر، هنكتب مثلا الساعه 11 دبل دوت وربع دبل دوت و25 ثانيه. مسافه عايزين نظبط التاريخ 25 اغسطس مثلا 2011 مثلا. كده انا ظبطت الساعه. يبقى شوف تغيير الساعه بيتكتب ازاي، كلوك سيت بالمنظر ده، كلوك مسافه سيت واكتب الساعه والتاريخ بتاعك. كده احنا نبقى ظبطنا الساعه. تمام، دي طريقه مبدئيه للاتصال بالراوتر لاول مره ومعرفه الخصائص او الكونفيجريشن بتاعته. طيب عايزين دلوقتي نغير اسم الراوتر، هوست نيم ديت مش عجباني، هوست نيم راوتر دي مش عجباني، عايزين نسميه مثلا كليب ايرث. هنكتب ايه بقى؟ احنا دلوقتي على وضع الادمن مود اه، بس وضع محدود، يعني الاوامر اللي اقدر اعملها محدوده، منها امر كلوك سيت، منها شوران، اوامر محدوده. لكن علشان ابتدي اغير في كيان الراوتر او الكونفيجريشن بتاعته الاساسيه المتمثله في الاي بيهات بقى والمتمثله في الاسم والباسورد والكلام ده كله، لازم ادخل في وضع الكونفيجريشن. ده هيتم ازاي؟ عن طريق ان انا اكتب كونفيجر تيرمينال. كونفيجر تيرمينال بص هيغير المحس بتاعي لراوتر بين قوسين كونفيج، ولسه رمز الشباك عشان يعرفني ان انا على وضع الادمن، اقدر ليا كل الصلاحيات اقدر اغير كل حاجه. طبعا انا عندي اختصارات، يعني كونفيجر تيرمينال دي ممكن اكتبها كونفيج تي كده. نرجع تاني، واحد هيقول لي الله انت بترجع للمحس الرئيسي ازاي؟ هقول لك عن طريق كنترول زد، يا ريت تسجله ورايا. هنرجع للمحس الرئيسي عن طريق كنترول زد. عايزين نقف على الكونفيج تيرمينال او الكونفيجريشن مود كونفيج تي. عايز تكتب كونفيجر تيرمينال براحتك، بس دي الاختصارات دي بتفيدني جدا، فهنكتب هنا كونفيج تي. انيبل اللي احنا كتبناها في الاول، يكفي فقط ان انا اكتب اي ان بدل ما اكتب انيبل كلها عشان اتحول من اليوزر مود للادمن مود وهكذا. احنا دلوقتي عايزين نغير الهوست نيم او اسم الراوتر. كلمه راوتر دي عايزين نغيرها،
يبقى اسم ليه علاقة بالقسم، لازم نحط نيم مسافة كليب ايرث، الاسم اللي انت عايزه هيغير راوتر لكليب ايرث. تمام، سهلة لغاية هنا. طيب عايزين نعمل باسورد للراوتر، نعمل باسورد عشان مش اي حد يشغله، مش اي حد يقعد على راوتر ويكتب انيبل ويخش على وضع الكونفج مود او الاكزيت مود ويغير في الراوتر. هنعمل ايه؟ زي ما كتبنا هوست نيم هنكتب واحنا على الكونفج برضه انيبل باسورد، مثلا بتاعتي هتبقى سيسكو. اوكي طيب نخرج كده كنترول زد، عايزين نخرج خالص من الراوتر، نقف على اليوزر لوج، لوج اوت بتعمل لوج اوت او لوج اوف من جهاز الكمبيوتر. رجعك اهو على الراوتر شغال، خلي بالنا شغال عادي جدا، بس انا دلوقتي كاني جايب الشاشه بتاع كنترول الت ديليت في جهاز الكمبيوتر. دلوقتي هدوس انتر، انا واقف على اليوزر مود، احول للادمن مود عن طريق كتابه انيبل، وقلنا اختصارها اي ان. بص قال لي ايه؟ باسورد. يبقى الباسورد اللي احنا كتبناها دي لازم اكتب له سيسكو، خلي بالك هتكتب الباسورد مش هتبقى ظاهره قدامك، اكتبها بس ودوس انتر. لو صحيحه هيحولك على الادمن مود. يبقى شوف حولني من اليوزر مود للادمن مود، بس بشرط اكتب له باسورد. لو عملنا شو ران، وخلي بالنا شو ران ممكن نكتبها باختصار اس اتش ران بدل ما اكتب شو ران. خلاص لو عملنا شو ران، وبرده شو ران بتتكتب على المحس الرئيسي مش على الكونفج مود، يعني دي من الاوامر اللي بتتكتب على المحس الرئيسي. في اوامر عندي تتكتب لازم تتكتب على المحس الرئيسي، وفي اوامر تتكتب على الكونفج مود. شو ران هنا دوس انتر هيجيب الشاشه اللي احنا عارفينها. بص الباسورد باينه ظاهره، ولو سيفت الداتا دي، وهنشوف طبعا في الباك اب لما اجي اعمل باك اب للراوتر، الداتا دي بتاعت الراوتر كلها ممكن اسيفها على جهاز الكمبيوتر، جهاز الكمبيوتر بحيث انها تبقى باك اب طوارئ في حال الراوتر ضرب، حصل له اي حاجه، يبقى انا عندي الاعدادات بتاعتي كلها متسيفه في ملف تكست موجود على جهاز الكمبيوتر، اقدر اعمل لها ابلود في اي وقت او اعمل لها ريستور على اي راوتر جديد او حتى على نفس الراوتر ده في حال ان انا هفوره من جديد يعني. فكلمه باسورد او الباسورد بتاعتي اللي هي سيسكو هتبقى ظاهره في التكست صريحه واضحه جدا، مفيش اي يعني مش هتبقى ولا مشفره ولا اي حاجه، فاي حد يفتح التكست ده هيقرا الباسورد بتاعتي ويعرف الباسورد بتاعت الراوتر. طب ايه الحل؟ الحل هنرجع كده على الكونفج مود تاني، كونفج تي، وهنكتب انيبل. كنا الاول كتبنا انيبل باسورد وكتبنا الباسورد، لا المره دي هنكتب انيبل سيكريت، واكتب باسورد جديده سيسكو 1 2 3 4. خلاص دي باسورد جديده خالص، دوس انتر. تمام هنعمل كنترول زد ولوج اوت، ندخل تاني كده. لو دخلنا على الادمن مود هيقول لي اكتب لي الباسورد، لكن لو كتبت له سيسكو القديمه اللي هي الانيبل العاديه اللي هي ظاهره هيديني ايرور، هيقول لي غلط. ليه؟ لان انا فعلت الانيبل سيكريت اللي هي الباسورد السريه، بقى لازم اكتب له السريه، فهي تستبدل القديمه تلقائيه، فلازم اكتب له سيسكو 1 2 3 4 كده يحولني على الادمن مود. لو كتبنا شو ران بص معايا بقى جايبها لي اهي مشفره، خلي بالنا القديمه ظاهره اه بس ملهاش اي لازمه، محدش يقدر يعمل بيها اي حاجه، الباسورد الجديده اهي مشفره. اوكي فلو اتسيبت في تكست هتبقى متسيبه كده برضو مش هتبقى مفهومه. تمام يبقى دي باسورد للادمن مود. طيب يبقى عرفنا ازاي اغير اسم الراوتر وازاي اعمل باسورد. الاوامر اللي احنا كتبناها النهارده ايه يا ترى؟ كتبنا شو ران وكتبنا والله ما فاكر، طب نجيبهم ازاي؟ شو هيستوري على المحس الرئيسي، كتبنا انيبل وشو ران وشو هيستوري، دي كل الاوامر اللي احنا كتبناها النهارده. طب دي حاجه جميله، يعني قدرت عن طريق امر واحد اجيب كل الاوامر اللي اتكتبت النهارده. طيب في ايه تاني بصوره مبدئيه؟ احنا كل ده لسه في مرحله الدلع، يعني في مرحله
استخدام الراوتر لاول مره وعدم مجرد بس بنعرف كونفيجريشن مبدئي او رئيسي. طيب عايزين نقف على فتحه الكونسول ونعمل لها مثلا باسورد. احنا فتحه الكونسول عندي اسمها ايه؟ لاين كون 0 0 دي عشان لو عندي اكتر من فتحه يبقى 0 1 2 3 وهكذا. طيب فتحه الكونسول عايز اقف على فتحه الكونسول 0 دي واديها باسورد، باسورد بقى خاصه بيها هي، مش بس باسورد عامه زي اللي انا عملتها دلوقتي خاصه بالانيبل مود كله، لا ده انا كمان بعد ما تكتب الباسورد بتاعت الانيبل مود عايزك لما تيجي تقف على الكونسول تكتب باسورد ثانيه. اول حاجه لازم نقف على فتحه الكونسول عن طريق كونفيج تي، اول حاجه اتحول لوضع الكونفيجريشن وبعد كده اقول له لاين كون مسافه 0، اكتب اسمها زي ما هو كده بالظبط، كون مسافه 0 يبقى كون مسافه 0 وادوس انتر. بص المحس اتغير لكونفيج داش لاين، هقول له باسورد سيسكو بس في سيسكو وانتر، كده انا عملت لها باسورد. ما انساش اكتب امر لوجن، ده بعديها مهم جدا، معناه الناس اللي هتدخل على الفتحه دي لازم يكتبوا، الناس اللي هيدخلوا على الفتحه دي في وضع اللوجن في وضع الدخول لاول مره اطلب منهم سيسكو، وطول ما هم على الفتحه بقى خلاص ما تطلبهاش منهم تاني ما دام كتبوها اول مره. يبقى باسورد مسافه واكتب الباسورد بتاعتك ولوجن. اوكي دي طريقة الدخول على فتحة معينة. عايز اقف على لاين في تي واي 0 ل 4 اللي هو التيرمينال او التيلنت، الناس اللي هتطلب التيلنت من بره طبعا لازم يكتبوا الباسورد بتاعت الانيبل مود، ولما يجي يدخلوا من التيرمينال برضه هيكتبوا باسورد تانية. ايه هي الباسورد تانية واكتبها ازاي؟ لازم الاول اتنقل للفتحات ديت، وان الفتحات دي وهمية فهكتب لاين زي ما هو بالظبط في تي واي مسافه 0 مسافه 4، اقف عليها هيبدلك بقى هينقلك من الكونسول للفي تي واي، فهنكتب ساعتها باسورد سيسكو ولوجن ما انساهاش. كده انا عملت لها باسورد، فكده بيجي يتصل بالتلنت لازم يطلب منه باسورد. ممكن اكتبها مختلفه طبعا عن الباسورد ديت، ممكن اكتبها مختلفه عن الباسورد الاساسيه بتاعت الانيبل مود وهكذا. اوكي الفتحات اللي ما ينفعش بعمل لها باسورد فتحات الكوميونيكيشن متمثله في الانترفيس سيريال وانترفيس ايثرنت اللي هو الفاست ايثرنت. خلاص دي الفتحات الموجوده في الراوتر. هناخد كده بول سريع نشوف احنا فاهمين حاجه ولا ايه الموضوع. جميل نكمل اخر جزء بقى في العشر دقايق اللي فاضله. حاجه هنشوفها في المنهج بس لا بتحل ولا بتربط ولا ليها اي لازمه، يمكن يبقى فيها لازمه في بعض الشركات، حاجه اسمها البانر. ايه البانر؟ رساله ترحيب، بمعنى ان انت اول ما تدخل على الراوتر هتلاقي مكتوب ويلكم تو كليب ايرث راوتر او ويلكم تو مين اوفيس راوتر، راوتر الفرع الرئيسي، رساله تظهر لليوزر اول ما يعمل لوجن، هو ده البانر. البانر رساله تظهر لليوزر برضه ليها اسم مختصر ام او تي دي، دي اختصار للمسج اوف ذا داي، رساله النهارده. تتكريت ازاي البانر دي؟ نروح للراوتر بتاعنا، هنقف على المحس الرئيسي خالص عن طريق كنترول زد. اوكي هنكتب هندخل على الكونفج مود كونفج تي، نكتب التالي بانر مسج اوف
عشان اكتب رسالتك بقى براحتك. ويلكم تو كليب ايرث راوتر. شكرا. نعمل لوج اوف كده، لوج اوت، دوس انتر. ويلكم تو كليب ايرث راوتر. شفتوا جميله ازاي؟ مفيده جدا يعني. ما علينا، سيسكو 1 2 3 4. الباسورد احنا غيرنا الباسورد سيسكو، تمام. وانيبل، خلي بالك هو طلب مني هنا الباسورد بتاعت ايه، الكونسول. كتبت له سيسكو 1 2 3 4 اللي هي بتاعت الانيبل، رفضها. قال ان انا ناسي ان انا عملت باسورد للكونسول، فانا دلوقتي متوصل بالكونسول، فطلب مني كونسول، فطلب مني الباسورد بتاعت الكونسول لوحدها، وبعدين مني هنا دلوقتي الباسورد بتاعت الانيبل، فهكتب له سيسكو 1 2 3 4 كده. ارجو ان الجزئيه دي تكون مفهومه. البانر سهل جدا، فكرته سهله، يعرفني او بيعمل رساله، بيكتب رساله لليوزر تظهر له، بتعرفه اي بيانات. طبعا ممكن اكتب اي بيانات او اي ملحوظه لزمايلي بكره مثلا في صوره بانر، يعني واحد هيجي ادمنستريتور زميلي مثلا هيجي بكره يشتغل على الراوتر، فعايز اسيب له رساله، لا بتنساش تعمل كذا كذا كذا. طبعا المفروض الحاجه دي بالايميل، بس يعني في حال ان انا الراوتر ده تبعي ومفيش مشاكل، فممكن اسيب له رساله في صوره بانر اعمل كذا كذا كذا. اوكي، دي معلومات سريع عن عمل الكونفيجريشن للراوتر لاول مره. اخر حاجه هقولها قبل ما اقفل، في حال ان انا عملت الكونفيجريشن دي كلها وعايز اسيفها علشان لما اجي افصل الكهرباء وارجع اشغلها تاني تبقى محفوظه على في الراوتر، ما تطيرش، ما الرامات ما تقوليش انت فصلت عني الكهرباء فانا فقدت كل حاجه، فعايز اخد منها نسخه على الام في رام. فهنكتب الامر التالي: كوبي انسخ اللي موجود في رن على الستارت. بس كوبي اللي بيتكتب في الاول هو المصدر، واللي بيتكتب في الثاني هو الديستنيشن او الهدف. انسخ اللي موجود في رن على الرامات وادوس انتر. هيقول لي ديستنيشن، اكتب لي اسم الفايل نيم دوت. لو دوست انتر على طول هو بيسيبه في الفايل الديفول الموجود على الام في رام. ممكن اكتب طبعا اسم دلوقتي وادوس انتر فبيغير اسم الفايل للاسم اللي انا هكتبه، والافضل ان انا اخليه يغير الاسم الديفول عن طريق ان انا اكتب انتر. فبيقول لي بيلدينج كونفيجريشن اوكي، يعني تم حفظ الاعدادات في الرامات. كده اقدر افصل الكهرباء عن الراوتر وارجع تاني هلاقي كل الداتا، هلاقي كل الداتا زي ما هي من غير ما احتاج اكتبها من جديد، تمام. وده الافضل يتم من فتره لاخرى بعد ما اعمل كونفيجريشن عشان افضي الرامات، اخلي الرامات افيلبل بقى انها تشوف شغلها مع النيبرز كلهم. طبعا خدنا فكره النهارده سريعه عن الراوتر، نتعمق اكتر في الكونفيجريشن المحاضره الجايه. واتمنى لو في اسئله ولا حاجه يعني دونت هيسيتيت تو كول مي، يعني ما حدش يتردد في انه يتصل بيا سواء عن طريق الميل او عن طريق الفون او حتى على الموقع. ممكن تسيب اي تعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله. موقع cleverse.com وموقع برضه اكاديميه دارين والمنتدى بتاع اكاديميه دارين. تشرفت بيكم جدا، واراكم يوم الثلاثاء ان شاء الله المحاضره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله.